هذا كباقي الجماهير المغربية من خلال أولا من خلال مذكراته اللي تفرجنا فيها وحنا في الديور ديالنا وعايشنا فيها ومعها ومع الشخوص ديالها وحكاية سيناريو مثلك لنا المغرب في واحد الحقبة كثير ما عايش ما عاشهاش هنايا ولكن على الأقل بقات لنا واحد الوثيقة تاريخية اللي هو فيلم زمن الرفاق. وبهذه المناسبة معنا سي عزيز قنجاع وجات العين ديالي في المخرج راهو سي قريبق تحية لك شكرا لهذا الثنائي العرائشي اللي يعيشونا الماضي من خلال التلفزة المغربية شكرا لكم بزاف عزيز قنجاع هو الرجل الأستاذ والمثقف والفنان والإنسان كيفاش نهضروا عليك أستاذ من خلال دراسته الجامعية الإخوان اللي كيجلسوا معاه بعيدا عن صخب المقاهي بعيدا عن المزحة يتعرفون على تخصصه وعلى ثقافته وقليل في حقه أن يسميه أستاذ لكن المعجم العربي يسميه أستاذ الرجل المثقف له عين مجهرية تبحث عن خبايا الأمور ودقتها تتجلى في عين الأستاذ والمثقف عزيز قنجاع لمن أراد أن يتعرف على هذا الشخص ما عليه إلا أن يتابع أنشطة الجمعية التي يتشرف برئاستها أنشطة التوقيعات للكتب والضيوف ديالو وطريقة النقاش وانتقاء هؤلاء الضيوف أشياء مفيدة للساحة الثقافية الوطنية مش فقط العرائشية الفنان تفرجت فيه أو تفرجت في النص ديالو الأول شخصيا كان هو الصحيفة وناقشنا فلسفة الكتابة في الموضوع وأبهرني بثقافته الفلسفية المسرحية واللي كيديروا المسرح قد يعرفوا أن المسرح في البداية كان فلسفة قبل ما يكون فن فلسفة ثم دين ثم فن ثم جات مناسبة للتعامل بيني وبينه في جوج الأعمال الكبرى شرفني وثق أنني ندير الإخراج ديالها هي مدينة السماء وقصة معشوقة نتيجة مدينة السماء وقصة معشوقة هي تأسيس مجموعة من الجمعيات المسرحية في هذه المدينة وبزور مجموعة ديال الشباب اللي نهجوا واختاروا طريق المسرح كنشاط يمكن هو هواية الآن ولكن من بعد ربما قد يتحول لاحتراف ما كانش هاد النصوص بجوج بها تشوف النور لولا الوقوف ديال الزميل ديالي مراد الجوهري كمنفذ انتاج لجوج ديال النصوص هذه واللي استفدت منها المدينه على مستوى الشباب ديالها نجمعوا العملين بجوج بهم واحد 140 واحد مستفيد ما بين اداريين وفنيين وتقنيين وكذلك حتى الناس ديال لا سينوغرافي وتصميم الملابس قلت استفدت منها المدينه طبعا هناك مشروع مشترك بيننا زوج وعندي رسائل الكترونيه بيننا انا وياه كنتكلموا في هذا الشان هذا هناك واحد العقد يكتبوا السي الفنان عزيز قنجاع عقد من اللؤلؤ دار جوج ديال اللؤلؤ واللؤلؤه الثالثه كنتمنى انها ترى النور
فربما في الصيف المقبل ان شاء الله، وكنتمناو ان مجموع شباب واحد اخرين يلتحقوا بالركب المسرحي هنا في المدينه. سي عزيز قلجاع الانسان، بزاف ديال الناس كيقولوا عليا براني وكيقولوا على التروبدور برانيه. ما عمر التروبدور تنسى النهار اللي عرضت عليها سي عزيز قلجاع الدار ديالو وضيفه والوليدات ديالو. الله يجازيك بخير. هادشي راه قليل ومقتضب جدا في حق هذا الفنان، واخذه في ليله تكريمه انه ما غاديش ميدياتيزاسيون ديال الاعمال ديالو، لاننا امام فنان كاتب مسرحي درامي على المستوى الوطني. ما تقدرش نسنى تشوف التقاعد ديالك، باش الناس تتقاعد على التسجيل، لا تتقاعد ولا شي قهوه تلعب كارطه ولا بارتي ولا شي حاجه. من دابا خويا واحد باقي الشباب عمي. شكرا لكم.